واحد خينا مكرفس عليه هنا بزاف وتا من الكارت كيشي ديالها خداها ولا كيديري بها الفلوس. وهاد السيد راه ماشي ديال التخزير، كان واخدها كوميسير وطلقها، وكان واخدها القايد ديال السباته اللي راه كتعرف كلكم السباته. وهاد السيد راه ماشي ديال التخزير، وسولوا عليه في موليس كورا معروفه في سبيطار الصوفون، معروفه في سبيطار موليس كورا معروف. واحد السيده ما نعاودش لك كانت شي ممرضه هي ولا طبيبه. وهاد السيد هذا تكرفس عليها جا هنايا وما نعرفش انا كيف، وكنقول لها كنقول لها واش انت حمقى هذا ماشي من مستواك. ولكن هي حالي للاسف ماشي ما مرتاحاش فيه، ديما مسكينه في الادمان الله يرحمها. اكيد لا ما كيجيها حتى حاجه، لا كتجمع معل، هي بالنسبه ليه مرا كبر منه، تقدر تولد قدو فهمتيني، ماشي يكون اذا كان شي علاقه كتجمعهم كيجمعهم الخب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كلشي يكون بخير، واخا ما بخير ما والو، بحال العادة إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. الطبيبة اللي قتلها هذاك السيد هذاك الشمكار سيدي رحال، هاد النهار إن شاء الله جيت باش ننوركم في هذا الموضوع في هذا المشكل، غنعطيكم حقائق تجهلونها على هذا المشكل اللي وقع للطبيبة، حيت بحال العادة خرجوا بزاف ديال الناس كيهضروا إلا القليل، يعني كاينين الناس نزهاء الحمد لله، مازال الناس شرفاء اللي قبل ما كيحلوا الكاميرا ديالهم، قبل ما كنجي نحل الكاميرا ديالي ونجي نهضر معاكم ونخاطبكم باش نستفسر على شي مشكل ونلقى له الحل، حيت منين كنجي انا هنا كنعطي لا سوليسيون الحل، كنعطي الداء والدواء انا منين كنجي نهضر في لاشين ديالي، ماشي غير كنجي كنخطب على الناس كنعطيهم المغالطات البلا بلا، غير كنجي وكنقول هذاك مات الله يرحمه انا لله راجعون الله يعاون، وكنسد الكاميرا ديالي وكنمشي بحالاتي. خصني نعرف المشكل منين جا وخصني ناضل باش نلقى الحل للناس، هذا هو الهدف ديالي في لاشين ديالي. المشكل ديال ديك الطبيبه مسكينه اللي ماتت والعديد ديال الناس خرجوا قالوا مجوجه شمكار، خلات الرجال موجودين وهي الدايه شمكار، خصك تفهم الموضوع على باز المشكل منين جا يا خويا واختي قبل ما تخرج وتهضر في الناس وتاخذ الذنوب. هي طبيبه ما مخصوصه ما والو، طبيبه وعندها كل شيء وعندها الماده، هذا ما جاء على لسان الاخ ديالها والاخت ديالها والجيران والمقربون منها، عندها الفلوس الماندا ديالها وطلبت يعني مغادره طوعيه، سافو دير مغادره طوعيه هي خرجت طلباتها، عندها السالير ديالها والسالير قال لك ديال شي راجل في بلجيكا، كانت دايه ولا مازالت دايه على ما قال خوها، ما عطاوش بالضبط اكزاكت، ما قالوش واش مطلقه منه، حيت انا قلت لكم جاي نهضر هنا عندي معطيات ودي دوني، كنهضر على حقائق واثباتات، غنعطيك انا شنو كاين وعلاش وقعت الجريمه. يعني خصنا نبداو من ديبار، يعني من احتى للزيد. خصك ملي تبغي تعالج شي مشكل ما تجيش تهضر ديما يعني في التالي ديال المشكل فاش كيوقع، بار اكزومبل خصك تعالجو من الاول ديالو كيفاش حتى وقع. صافي خصك تمشي لا سورس، خصك تمشي لراس العين باش تعرف المشكل كيفاش هاد السيده حتى وصلت لديك الحاله، وحتى يعني قتلها هذاك الشمكار، وشكون هو ذاك الشمكار ومنين جا ومنين تسلط عليه هذاك الشمكار هذاك. هذا الشيء اللي جيت نقول لكم ان شاء الله في هذه الحلقه هذه، وبقاو معايا حتى التالي ان شاء الله وغادي تفهموا كل شيء من الطقطق حتى السلام عليكم كي كنقولوا بالدارجه ديالنا. اللي كيجهلوه العديد ديال الناس على هذه الطبيبه هذه والاسرار ديالها واللي ما تطرقولهاش العديد الناس، هذه الطبيبه هذه كانت مجوجه كوميسير وطلقات منه، من موراه تجوجات قايد وطلقات منه، وتجوجات من موراه واحد في بلجيكا، من مور يعني القايد والكوميسير هو كاين في بلجيكا، والعائله ديالها ما قالوش واش طلقات منه ولا لا، قال لك غير راه في بلجيكا وكتشد ماندا من بلجيكا، سافو دير جوج ماندات، دارت مغادره طوعيه خرجت عندها ماندا ديال طبيبه وماندا ديال هذيك ديال بلجيكا، اللي ما قالوش يعني واش طلقات منه ذاك السيد ولا لا، ما قالوهاش، كيقولوا غير واحد السيد راجلها في بلجيكا جو سي با، الا كان مازال محسوب راجلها وكتمشي هي مثلا كتفسد عليه، دونك الحرام ربي ما كيبغيش، الحرام يؤدي في التالي الى الهلاك، وديما الحرام كيؤدي للهلاك، وهذه القصه كتشابه لي بزاف مع القصه ديال الطبيب ديال طنجه، حيت هذه المسائل ديال الادمان على المخدرات ويعني والليالي الخمريه والليالي اليسر ديال السهرات والحفلات والفساد تؤدي دائما بالانسان الى ما لا يحمد عقباه. اللي بغيت انا نقول لكم انا اخوتي المغاربه، السبب اللي خلاها تطلق من القايد ومن الكوميسير اشنو هو؟ علاش؟
اللي كيجهلوا العديد الناس واللي يقدر يكون ادى بها الازمه النفسيه اللي ادت بها الادمان، وهو انه مرأة عاقر جقوى مسكينه ما كتولدش، حتى واحد ما قال مهضر على الاولاد ديالها، اذا ما عندهاش الاولاد، عايشه في الدار بوحدها، الوحدانيه لا سوليتود زيد، وما كتبينش للناس. الانسان اللي كيكون مسكين عنده يعني شي مشكل في خاطره في قلبه ما كيبينوش للناس، وهذا هو اللي كيدي به الادمان، حيت ما كيخويش قلبه، حيت ما عندناش التكافل الاجتماعي كي قلت لكم ديال بكري، الناس كيهضروا مع الناس والجورا ويدخلوا شي كيدخل عند شي، ما كانوش هاد المشاكل هادو ديال الادمان بزاف والامراض النفسيه. وهي قال لك بغات تنتحر، قالت لجارتها بغات تنتحر، لان ما السبب هو هذا اللي حصل العوان، واقيلا ما عندهاش الاولاد، كتشوف انها كتكبر وما عندهاش اللي غادي يعني على من غتعتمد، على من غتكا مسكينه فاش تشرف، لان خوتها كل واحد داير مستقبله وشي في الخارج، كل واحد فين كاين مشتت، يعني خافت على مستقبلها مسكينه، ما عندهاش مسكينه الوليدات، كتشوف العيالات الاقران ديالها عندهم الولاد ديالهم وهي ما عندهاش. جوك خوا هاد الشيء اللي ادى بها الى الادمان مسكينه وباغيه تنتحر، هاد الشيء ما يمكنلهاش تقولوا لك. وكيفاش هي حتى يعني تسحبت مع شمكار، دارتو صديق، هو قال غير صديق ديالها، ما يمكنش صديق وكيجي عندك للدار كيجلس معاك كيشرب معاك الشراب، اذا التقى رجل ومراه فالشيطان ثالثهما، غيكون الفساد ضروري، حيت هي بوحدها ومراه وعندها يلا 50 عام. وكيفاش يعني، ولكن اللي بغى ما فهموش الناس انها هي يعني معرفه مع داك خينا هذا السيد هذا اللي قالوه هما شمكار، ماشي حبان فيه، لانها انسانه مدمنه، وفين كيتباعوا المخدرات وكيتباع داك الشيء الادمان في الاحياء الشعبيه، وهي كمراه وكطبيبه ما يمكنلهاش تدخل هي الاحياء الشعبيه تشري تشري المخدرات ولا تشري الروج ولا تشري الشراب ولا تشري سافودير. هاد السيد هذا تعرفت معاه في شي بلاصه، اما ترى الطبيب كي قلت لكم ديال طنجه تعرف مع داك السيد ولا كيجي عنده للدار، تعرفت معاه وكان كيجيب لها مسكينه البليه، حيت هي خصها مسكينه البليه باش تنسى، قال لك لان ما عندها مشاكل ضغوطات نفسيه، والهروب من الدين خلاها تمشي للبليه، وكانت قربت من الله فضلها من البليه وتبرا، تامن بالقدر وبالمكتوب. سافودير هاد الكلوشر هذا اللي صفها لها هو اللي كان كيبروبوزي عليها البليه، كيقول لك داني شنو خصك هادي هادي، بدا غير هكا في الاول معاها كيجيب لها البليه هكذا. سافودير انت منين كتقرب عندك شي كلوشر وكتدخل الحنش عندك للدار، منين عماها الله هي مبليه مبليه، الله يرحمها مسكينه في هذا النهار، كان عليها ما تدخلوش للدار وتوريه الاسرار، توريه الاسرار ديالها. سافودير هو عرف بان عندها جوج ماندات، يعني الفلوس كاينين، كاينين الفلوس، تقرب منها اكثر ولا كيجي عندها للدار، دونك يقدر يكون مثلا وقع بيناتهم مثلا الحرام، هادشي اللي ما بغيناش حنايا يوقع، لان ما هادشي هذا اللي يسر هادشي ديال الفساد هذا اكثر في المغرب، وقع بيناتهم مالح مد عقباه الحرام، والحرام مع المده ربي ما كيسرش الله في الحرام، ضروري اللي يسر غتوقع شي كارثه في التالي، وهادشي اللي وقع لها في التالي كما وقع للطبيب ديال طنجه، حيت هو هاد السيد هذا منين كيجيب لها البليه وهي اللي ما قدرتش تخلى عليه كما كيقولوا، لان تكرفس عليها وما قدرتش تمشي لعند البوليس ديكلاري به، وقالت له صافي انا سمحت لك وكتسمح له ديما، وخوها كيشوفها في هاد الحاله، داك خوها اللي هضر في واحد المنبر اعلامي وقال لها علاش كتمشي مع هاد الشمكار، هو ماشي يعني من الطبقه ديالك، ماشي يعني انت يا طبيبه وكتمشي مع هذا الشمكار ما يصلحلكش. خوها نصحها، ما كافيش النصيحه يا اخي بالكلام، الا شتي اختك مع شي شمكار وغيتكرفس عليها وتكرفس عليها، خصك تاخذ معاه الاجراءات اللازمه، وكان اختك كاع ما توصلش لديك الحاله هذيك، هادشي ما كيتفكش بالهضره، خصك تزير معاه وتهضر معاه راجل لراجل، قول له بعد لي على اختي، اسمح لي الله يعاونك بعد على اختي، ولا انا وياك ما نتفكوش، كان عليك تدخل ماشي غير تهضر معاه بحال هكا. هي كانت كتسمح له لان ما تقدرش تخلى عليه، هو اللي كيجيب لها البليه، ما عندهاش كيدير تمشي للاحياء الشعبيه تجيب الحشيش ولا تجيب البليه، هو اللي كان كيجيبها لها، داكشي باش كتسمح له. اللي جهل، اللي كيجهل العديد ديال الناس جهلوا هذه القضيه هذه، كيقول لك ما يمكنش تسمحات له، كتسمح له حيت ما تقدرش تخلى عليه لان كيجيب لها البليه. سافودير هي منين سمحت له مع المخزن في الكوميساريه، قالت لهم انا سمحت له، المخزن ما عنده ما يدير لانها هي طبيبه وبكامل قواها العقليه وسمحات له. سافودير المخزن ديك الساعه كيهز يدو كيمشي بحالاته، لان انت سمحتي له بيناتكم، كيقول لك المخزن حيت هي اللي سمحت له، هذا هو لافوت اللي دارت، كان عليها ما تسمحلوش، كان عليها ما تسمحلوش. عينا ما نغوتوا في هذا المنبر المتواضع، ونصحوكم ونقولوا لكم
اللي كيكمي الله يعفو عليه، اللي كيشرب الله يعفو عليه، ما يشرب مع حد، ما يكمي مع حد. لان الجلسات الخمريه ولا اللي داير فيها المخدرات تنتهي بالقتل، الله يستر. هاد السيد هذا اللي قتلها ما كاينش غير الخمر والحشيش في ديك الجلسه، ربما يكون كيتناول شي مخدرات اخرى، جو سي با ليكستازي ولا كيضرب شي شوكه، سافو دير. قتلها بدون شعور، حيت القتل اللي كيقتل كيقتل بدون شعور، ما يمكنش يكون هو واعي. سكران ما يقتلش، ولا مثلا كيكمي الحشيش ما يقتلهاش. قتلها بديك الطريقه البشعه، عريانه وشلدها بالموس وخرجها للبالكون، الا وراه كان في عدم الوعي ديالو، حيت كان متناول شي مخدر وكانوا الفلوس دايرين وعرف بان عندها الفلوس، حيت دخلته لدارها وراته الاسرار ديالها. هذا هو السبب، هذا هو المشكل اللي كيديروا العديد من دوك العيالات مساكن الكبار اللي كيكونوا عايشين وحدانيات، كيدخلوا عندهم الحنوشه للدار الشماكريه. اللي بغات تمشي مع شي واحد تمشي مع شي واحد متقي الله، واخا يكون بيطالي كيبيع الهنديه ولا بيطالي، متقي الله يحسن عليك ويقدر أمه ما يتكرفش عليك ولا يقتلك. اش داكم تمشيو مع الشمكاره اللي مبليه الله يعفو عليها، تمشي تدي البليه ديالها للخلاب بوحدها تكميها وتجي لدارها تنعس، ما تدخلوا حد عندكم، عينا نخطبوا في هذا المنبر المتواضع، عينا نهضروا، لا حياه لي من تنادي. خلاصه القول اخوتي المغاربه، ان البعد عن الدين عن الله سبحانه وتعالى يؤدي بالانسان الى الادمان، والادمان يؤدي بالانسان الى الانتحار او الى ارتكاب جرم، جريمه قتل. يعني هذا الشيء مترابط. الا كنتي قريب بالله سبحانه وتعالى وكنتي انسان متقي وكتوضى ديما موضي، باش ديما الملائكه كيكونوا قراب منك، ما كيكونش الشيطان لاصق فيك، لان الانسان اللي كيتوضى ديما كيبعد عليه الشيطان وكيذكر الله، وذكر الله دائما. يعرف الله يعرفك، يعرف الله في وقت الشده يعرفك، في وقت يعرف الله في وقت الرخاء يعرفك، في وقت الشده خصك تعرف الله منين تكون يعني بخير، خصك تقرب من الله باش فاش تكون مزيره عليك الدنيا في وقت الشده ربي غادي يعرفك وغادي ينقذك من المآزق ومن المحن. البعد عن الدين اون جينيرال اون كونكليزيون هو اللي خلى هذه الطبيبه هذه يعني تمشي الروح ديالها على يد هذا ولد الحرام، هذا الشمكاره هذا. الا هي على ذاك الطبيب ديال طنجة، على العديد ديال دوك الناس مساكن اللي مشاو ضحايا، لان البعد عن الله سبحانه وتعالى يؤدي بالانسان الى الهلاك، الى ما لا يحمد عقباه. كنتمنى من الله اخوتي المغاربه ان هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الحلقه اخوتي اقتسموها مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم والوالدين والخوت والحباب والجيران قريبا صغيرة، لتعم الفائدة للجميع، باش الله يسر ما يطيحش بنادم فشي يعني فشي موقعة التي لا يحمد عقباها، موقعة الفساد وموقعة المعاصي واللي يعني والفواحش. احنا بغينا نزيدوا بالبلاد اللي قدام وبالشباب اللي قدام وبالشابات وبالناس مساكن يعني اللي عايشين وحدانيين. وهذا هو الموضوع ديالي ديال هذا النهار، ديال هذه المرأة الله يرحمها ويوسع عليها، مسكينة التي تعيش وحيدة، والوحدانية هي التي أثرت فيها وجعلتها تدمن، جعلتها تصبح مدمنة يعني على الخمر ومخدرات أخرى، الله يسر. وهذا ما أدى بها إلى الهلاك في التالي وقتل هذاك الشمكار هذا. كنتمنى من الله رسالتي توصل، وكنتمنى من الله أن المجتمع يتوقد ويفيق، لان الله يسر غادي في واحد الطريق التي لا تحمد عقباها. وحنا بغينا يعني نبدلوا المجتمع ونبدلوا هذوك الشباب ساكن اللي ضائعين، والشابات ودوك المهمات الناس الكبار، هذوك المهمات الكبار اللي عايشين بوحدهم مساكن وحيدات مساكن، حاولوا تدخلوا عندهم وتشوفوا الهم ديالهم والغم ديالهم، وتهضروا معاهم مساكن، وتقتسموا معاهم قهوه في القهوه، وتذكروا معاهم وتضحكوا معاهم وتخفوا عليهم الهم ديالهم مساكن، وحسبوهم بحال والديكم بحال خوتكم هذوك اللي كيكونوا جيرانكم وما كتعرفوش الهم ديالهم والغم ديالهم مساكن، غير كيحلوا الباب ويدخلوا كتشوفهم غير في الحومه دايزين، تقربوا منهم وهضروا معاهم. هذا هو المسلم الحقيقي. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، صدق الله العظيم. خصك تهضر مع الناس وتقرب منهم، ورجعوا للتكافل الاجتماعي ديال بكري باش المغرب يولي زوين وتولي الدنيا زوينه ويقلل الاجرام والشباب يولي خدام وكل شيء يولي ناشط، يعني بالتقرب من الدين ومن الله سبحانه وتعالى، حيت خرجنا وبعدنا على الدين ديالنا، بغينا نتبعوا الاوروبيين نعيشوا لا مونتاليتي اوروبيان. درنا القضيه ديال الغراب اللي بغى يدير المشيه ديال الحمامه، صدق ما هو بالمشيه ديال الحمامه ما رجع للمشيه ديالو، بقى في الوسط مسكين.
بقاو غير في المشيه ديالكم كمسلمين وكعرب، وبقاو في لا تراديسيون ديالكم باش ربي يدير لكم يسخر لكم يدير لكم فيها البركه وتعيشوا مرتاحين نفسانيين باش ما توصلوش للانتحار وتوصلوا للمآسي والمشاكل. اخوتي المغاربه احبكم في الله بحال العاده بدون تملق ولا تزنديق، نتكلم معكم هنا، نخرج نتكلم بصدق، كنهضروا معكم بصدق، حيت علاش الحرقه كتجينا على بلادنا وما بغيناش بلادنا اللي يستر تمشي في الهويه. كنتمنى لكم نهار سعيد، تهلاو لي فراسكم اخوتي المغاربه، الله يعاونكم الى حلقه مقبله ان شاء الله.